السلام عليكم متابعين ديالنا، نتمنى لكم تكونوا بافضل حال، تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا نهضر لكم على موضوع جديد، على موضوع يؤرق الكثير والعديد من الرجال والنساء، شباب وشابات. هذا الموضوع هذا هو من كتكون مع شي واحد كتلقى كيتعامل معك مزيان، كيقول لك كنبغي، كيقول لك، ولكن ديما كيدير معك دي ليميت، دي ليميت اللي كيخليك تبقى تراجع راسك، كتقول واش هذا بصح باغيني، واش ما باغينيش، واش باغي يكون معايا ولا ما باغيش يكون معايا، اشنو ندير معاه، شنو الحل. وكتبقى انت كتاخد بحال واحد الجرعات، هاد الجرعات اللي خايبين، المهم مشاعر اللي خايبه كتاخدها منه، كتحس براسك شي مرات غير مرغوب فيك، كتبقى تجيك الكآبة بسبب هاد الشخص هذا ولا هاد الانسان هذا ولا هاد الانسان هادي. مين تكون مع شي واحد كيعجبك، شي واحد انت كتبغيه، شي واحد انت باغي تكون معاه، وكتهضر معاه وكتلقى بلي كاين واحد الفيدباك بيناتكم، بلي بجوج بيكم كتفاهموا في ديك العلاقة، وكتوصلوا لدرجة الحب، لدرجة ديال كتبغيني وكنبغيك، لدرجة باغي نكون معاك. شنو كدير انت؟ كتبدا كتعطي كثر في ديك العلاقة. ملي كتبدا كتعطي كثر، شنو كتلقى؟ كتلقى داك الانسان كي مره كيفرانيك، مره كتلقى كيدير شي حوايج اللي كيبان لك بحال راه بحال ما بغيش تكون معاه. الهضره ديالو كتلقاها شكل، ولكن التعامل والتصرفات ديالو شكل اخر. التعامل ديالو ديال شي واحد اللي ما باغيكش، التعامل ديالو شي واحد اللي بغيش يكون معاك، مثلا تقول له نشوف، كيقول لك ما مساليش، ولا حتى المره اخرى عاوتاني يقول لك راه عندي ظروف حتى المره الجايه. هذا الانسان هذا في الغالب كيكون كيتلاعب بك، علاش؟ حيت اللي باغيك راه هو كيجي كيقلب عليك، اللي باغيك هو كيجي كيبغي يكون معاك، كيدير المستحيل باش يكون معاك. اما الانسان اللي غتلقاه غادي يبقى يتلاعب بك هكا اليوم غدا هاد السيمانه هاد الشهر، في الغالب راه يا اما ما تيقش فيك، يا اما بعدا ما تيقش في راسو حيت ما عارفش شنو باغي، وربما ما تيقش حتى فيك انت ولا انتي، وربما راه كيدير هكاك باش يزيد يقربك منه، او لغايه في نفس يعقوب. الحل مع هاد الناس كتبدا انت كتاخذ واحد المشاعر سلبيه، واحد الجروعات اللي خايبه كيخليك تحس احاسيس دي سونساسيون اللي ماشي مزيانين، تحس شي مرات بانك غير مرغوب فيك، بانه راه كيدفعك، بانه مثلا الهضره ديالك كتجي كتهضر معاك يقول لك انا كنبغيك وانت كذا وانت كذا وانت كذا، ولكن الافعال ديالو كتبين العكس، ما يتسوق ليكش، ما متسوقش، ما باغيش يشوفك، ما باغيش يتلاقاك. فاحسن حاجه دير في هذه العلاقه هي تمشي وتخليه، توقف ولا حدو. علاش؟ مي غتوقف ولا حدو ديك الساعه غادي يا اما يعرف القيمه ديالك وغادي يدير بحسابك وغادي يرجع هو يقلب فيك، يا اما صافي راه ما بقاش باغيك، ربما راه كان حاطك اون دوزيام بوزيسيون، حاطك في التوش، وكيقلب على ناس اللي وربما كيقلب على راه مع شي واحد اخر اللي باغيه، وهو راه مرضو دايرو نفس الشكل داير لك، وهو مخليك في الاحتياط، ديما يقول لي الا مشى هذا راه كاين هذا. وكاين الناس بحال هكا كيديروا، ديما عنده البديل، ديما يقول لك انا ديما عندي البديل، الا مشى هذا يجي الاخر. فهاد الناس احسن حاجه هي تبعد عليهم، احسن حاجه دير هي ما تكونش معاهم، احسن حاجه دير هي تعيش حياتك بعيد عليهم، بعيد على الستريس وعلى المشاكل اللي غيدخلوك فيها. يا اما غتخليه تمشي وتخليه، ولا غادي يمشي ويخليك. وفي الحاله الثانيه الا هو مشى وخلاك ولا مشات وخلاتك، ما تسوقهاش، ما تبقاش غادي موراها تابعه ولا غادا موراها تابعه وتبكي عليه، لا وانا كنبغيك وانا كذا وبغيت نكون معاك وانا هادي وانا درت وانا كذا، لا 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 لا، هكا غادي غير تضيع راسك،
وغادي تنقص من القيمه ديالك ومن الكرامه ديالك، وغادي يزيد يكبر العناد ديالو والتعنت ديالو، حيت اللي باغيك ما يخليكش توصل لهاد الدرجه هادي ديال تبقى انت ترجاه، تبقى انت ترجاه باش يديها فيك، باش يهتم بيك، باش يجي عندك يشوفك. اللي باغيك ما كيديرش هكا، اللي باغيك هو كيجي عندك، وكيجي عندك كتلقى داكشي غير سيبروك، كيما كتعاملو كيعاملك او كسر، حيت العلاقه الا ما غاديش يكون فيها الحب متبادل وما غاديش يكون فيها مواتي مواتي، راه ما كاينلاش. الا كان غير طرف واحد هو اللي طرف واحد هو اللي كيدير انيفور وديما كيدير مجهود باش يحافظ على ديك العلاقه، وكيدير مجهود باش تكون واحد الاستمراريه في العلاقه، وكيدير مجهود باش ما يخسركش، ولكن الطرف الاخر ما مسوقش ما مديهاش فيك، فاحسن حاجه دير هي تمشي وتخليه، هي تمشي وتخليه، حيت الاستغناء شي مرات راه مزيان ومزيان بزاف. اول حاجه كيرجع كل واحد لبلاصتو، هاك اللي كيتعاند معاك ويدير مع ويدير العناد عليك ويتكبر عليك، مي كتمشي وتخليه ديك الساعات غادي يحس بالقيمه ديالك، يحس بالفراغ من بعدك، غادي يعرف قيمتك شنو كانت عنده وشنو كنتي دايره ليه وكنتي معمر ليه حياته. اما الا مشيتي وهو متسوق ليك، فهاد الانسان في الغالب ما عمرو كان كيتسوق لك، كان كيدوز بك الوقت، ربما هو عايش حياه ثانيه، ما مسوقش. فغادي اللي غادي نقول لكم هو الكرامه ديال الانسان شي حاجه كبيره، وما تخليو حتى شي واحد اللي غادي يدوس عليها ولا يطيح بيكم. اللي بغاني ما غاديش يطيح بيا، اللي بغاني غادي يحترمني وغادي يعلي بيا وغادي يترجاني نكون معاه، وغادي يضيع من يكون بلا بيا. اما اللي بغى يمشي ويخليني فخليه يمشي، خليه يمشي. الحياه كتعطينا تجارب، وهاد التجارب كيدوزو من هاد الحويجات هادو، كتبان لك بحال اللي راه كاين شويه ديال الصعاب، كاين شويه ديال المشاكل، كاين شويه ديال لو موفيسون، كدوز واحد الاوقات شويه صعيبه، ولكن ديك الاوقات الصعيبه هي اللي كتصنع وكتخلق منك واحد الانسان اللي قوي، انسان رزين، انسان عارف شنو كيدير، انسان كيفهم المعنى ديال الحياه مزيان. وهكا علاش خاص ديما الواحد يتهلا في راسو، يديها في راسو، ما تعتمد على حتى شي واحد، وما تسنى من حتى شي واحد يعطيك شي حاجه ولا يكبر بيك. انت خلق السعاده لراسك، خلق الراحه النفسيه لراسك، حيت الا انت ما خدمتيش عليها وما جبتيش هادشي لراسك، ما كاينش اللي غادي يعطي لك. كاين شي حوايج اللي ما كيتعطاوش، حنا اللي كنصنعوهم راسنا. يا الله، تبارك الله عليكم.